هل تساءلت أين وصل الحلم الإيراني في إنشاء ضاحية دمشق الجنوبية كنسخة مكررة عن ضاحية بيروت الجنوبية في لبنان والمسيطر عليها من قبل ميليشيا حزب الله؟ هنا معاون وزير الدفاع الإيراني إبراهيم محمود زادة يحط في دمشق. ربما تقول إنها زيارة روتينية لحلفاء الأسد المتبقين من إيران وروسيا، ولكن هذه الشخصية العسكرية الكبيرة ما علاقتها بما يسمونه إعادة الإعمار؟ ولماذا يلتقي برئيس وزراء حكومة النظام الجديد حسين عرنوس وبعض الوزراء وتحديداً وزير الإسكان؟ أسئلة تدفعنا إلى سرد القصة من أولها. حماية المقدسات والمقامات الدينية حجة فضفاضة بررت إيران من خلالها تدخلها العسكري في سوريا انطلاقاً من مقام السيدة زينب الواقع جنوب العاصمة دمشق، وحتى المدن والبلدات المطلة على طريق مطار دمشق الدولي وصولاً إلى مقام السيدة سكينة في مدينة دارية، لينفذ النظام وميليشيات إيران لاحقاً عمليات تدمير ممنهجة للسوار المحيط بالعاصمة، تمثل في أحياء جنوب العاصمة ومخيم اليرموك ودارية وبلدات الغوطة الشرقية وغيرها، للتزامن مع عمليات تهجير لأهالي تلك المناطق وإحلال عائلات من مقاتلي ميليشيات إيران متعددة الجنسيات مكانهم. لاحقاً بدأت إيران تلزم النظام باتفاقيات وصفقات اقتصادية، أبرزها توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي طويل الأمد مع إيران في مختلف المجالات، ومن بينها إنشاء نماذج مدن حديثة ضمن تنظيمات عمرانية جديدة. مهد لها النظام بإصدار مراسيم تجيز إحداث مناطق تنظيمية جديدة عرفت بالمرسوم رقم 10، ومنها ماروتا سيتي، وهو مشروع تنظيم بساتين خلف الرازي بالقرب من سفارة طهران، وباسيليا سيتي جنوبي المتحلق وصولاً إلى أحياء القدم والعسالي وشارع 30 في مخيم اليرموك بدمشق. وضمن إطار السعي الإيراني لإكمال مخططها، كشفت مصادر فلسطينية لجوء طهران إلى منع سكان مخيم اليرموك من العودة بعد إتمام النظام السيطرة عليه، واللجوء إلى شراء عقارات داخله بأسعار زهيدة لعدم قدرة ساكنيه من العودة أو إثبات الملكية. وهي السياسة ذاتها المتبعة من قبل إيران في التغلغل بأحياء دمشق القديمة، حيث تلجأ إلى أساليب الضغط بعدة وسائل لإجبار أصحاب البيوت على البيع، إضافة إلى عمليات تزوير السجلات العقارية ونقلها أصولاً بعملية تنازل قانوني دون معرفة أصحابها وبإشراف كامل من السفارة الإيرانية في دمشق. إذن بحجة حماية المقامات الدينية تدخلت إيران عسكرياً في سوريا، وبحجة إعادة الإعمار تسعى لابتلاع دمشق ومحيطها. فهل تصل إلى حلمها في تأسيس ضاحية دمشق الجنوبية؟